هنشوف مع حضراتكم دلوقتي لقاء مراسلنا فاروق صلاح مع نصر الدين النابي المدير الفني لفريق المريخ السوداني، ونرجع نكمل كلامنا. كل التحية لكل مشاهدينا ومشاهدة ومتابعي شاشة قناه النادي الأهلي في كل مكان. يعني قبل ساعات من مواجهة قوية بتجمع ما بين النادي الأهلي ونادي المريخ السوداني في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، يسعدنا أن يكون معنا في هذه الأثناء كابتن نصر الدين النابي المدير الفني لنادي المريخ السوداني. في البداية كابتن نصر بنرحب بيك في مصر ونقول أهلا بيك في بلدك الثاني. مواجهة قوية جدا بتواجه فريق النادي الأهلي، النادي الأهلي منتشي وبعد ما حقق الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، شايف اللقاء إزاي؟ شكرا. أولا أبارك النادي الأهلي المركز الثالث، صراحة أسعدنا كعرب وأفارقة. بالنسبة للمباراة أظن أنها مباراة فرصة كبيرة لنادي المريخ ولي شخصيا لملاقات يعني ثالث العالم. صراحة ننتظر باش تكون مباراة جميلة حماسية بين أبناء النيل، بين أشقاء سودانيين ومصريين. ومهما كانت النتيجة احنا صراحة متيقن اللي حنكونوا كسبانين عدة أشياء، عدة نقاط إيجابية بعد هذه المباراة. كابتن نصر الدين، يعني من كلام حضرتك في المؤتمر الصحفي مدرب واقعي، عندك واقعيه جدا، شايف النادي الاهلي، شايف المواجهات اللي بتجمع ما بين الدول الفرق العربيه، وحضرتك مدرب تونسي ومن يعني من دوله تونس وشمال افريقيا، اكيد عارف طبيعه المباريات العربيه بتبقى ازاي. والله لذلك انا سعيد جدا باش نبدا المشوار يعني الدوري الابطال ضد النادي الاهلي، وما عندناش اي ضغط. هي مباراه اجوار اشقاء، لاعبتي متحمسين في اتم الجاهزيه، حتى وان لم تكن جاهزيه بدنيه فهي جاهزيه ذهنيه لملاقات النادي الاهلي. وسعيد جدا ايضا عندي لعيبه كنت دربتهم في النادي الاسماعيلي العظيم، يعني دربتهم في النادي الاسماعيلي ومتواجدين هنا مع الاهلي، فسوف اكون مسرور جدا للقائهم ومسرور جدا لملاقات من جديد كابتن سيد، وعندي عده اصدقاء في النادي الاهلي. يعني التونسي نصر الدين النابي زي ما احنا تابعنا كده، هو على فكرة تولى من فترة قصيرة يمكن 10 أيام أو حاجة زي كده إدارة، يعني أنه يكون مدير فني للمريخ السوداني، فهي طبعا تحدي ليه كبيرة جدا. ومن تصريحاته كمان اللي احنا كنا تابعناها امبارح، هو بيتكلم أنا مش عارف القرعة يعني ظلمتني ولا لا، ولكن أنا سعيد طبعا بمواجهتي لنادي الأهلي، يعني ثالث أكبر نادي في العالم زي ما بيتقال، صاحب البرونزية، أنه هو راجع كمان، وهزر كده في النص كان بيقول يعني نتمنى يكونوا اللعيبه منهكين على سبيل الدعابه، يعني بيهزر، لكن طبعا هو قال ان هو سعيد واكد طبعا ان هو سعيد جدا لمواجهه الاهلي. صحيين وفايقين وزي الفل وهياكلوا النجيل وهيولعوا الدنيا في الملعب ان شاء الله. ويمكن كمان لو اتكلمنا عن المريخ السوداني في المباريات الاربعه الاخيره، هو تعادل في ثلاثه ويعني انتصر او فاز في مباراه منهم، فده برضو الصوره او دي الصوره الكامله عن الخصم اللي احنا ان شاء الله هنواجهه النهارده، يكون الفوز اكيد اهلاوي.